مساء الخير على حضراتكم، ومساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم في يوم جديد من أيام المحترف. خلينا نتكلم على مدار شهر تقريبا من 11/6 لغاية امبارح، كنا بنتابع وبنغطي بطولة ولا أروع، بطولة أمم أوروبا 2020، اللي يمكن كانت بطولة مليانة بالمفاجآت، بالإثارة، بالمتعة، بالانكسار، بالحزن، بالفرح، بكل ما يعني يدور حول عالم كرة القدم. تخص كمان الحضور الجماهيري الرائع في المباريات وعودة الفرحة وعودة الجماهير لكرة القدم. على مدار شهر استمتعنا بحضراتكم لغاية امبارح، النهاردة وعلى مدار الشهر اللي فات كنا بنغطي هذه البطولة الكبيرة، النهاردة كمان هنغطي مع حضراتكم حصاد هذه البطولة، حصاد هذه البطولة من الأرقام القياسية الكبيرة اللي اتحققت، من يعني تفكير المدربين، من التكتيك الجديد اللي حصل، من مواقف كتيرة جدا جدا وهدافين، ويعني حصاد كبير جدا جدا النهاردة مع حضراتكم في المحترف. بس خلينا نتكلم يمكن عن 4-5 نقاط من خلال طبعا نهاية اليورو 2020 وفوز المنتخب الإيطالي. هنتكلم مع حضراتكم يمكن في 5 نقاط محددة من خلال حصاد اليورو 2020. النقطة الأولى بنتكلم كلنا والعالم كله بيتكلم على روبرتو مانشيني، القائد الأول والنجم الأول في اليورو 2020 والمدير الفني للمنتخب الإيطالي. بصراحة المنتخب الإيطالي اللي بيظهر بصورة أكتر من رائعة، وكل العالم بيتكلم على مانشيني، إزاي مانشيني غير وجهة الكرة الإيطالية. عارفين ان كلنا طبعا من التسعينات ويمكن الالفيه اللي فاتت ان الكره الايطاليه بتتميز بالدفاع البحت. النهارده ومانشيني من خلال 2020 بيقدم المنتخب الايطالي بصوره جديده، صوره تليق باسم المنتخب الايطالي يمكن بعد غيابه عن مونديال اللي فات 2018، لكن مانشيني بيقدم الكره الايطاليه في صوره جديده. هل يا ترى الصوره دي تمتد ليه كأس العالم اللي جاي ويكون إيطاليا هي يمكن المرشح لحصد هذه البطولة الكبيرة بعد غيابها طبعا عن بطولة 2018؟ ده اللي هنشوفه من خلال طبعا كمان مباريات مانشيني وأدائه مع المنتخب الإيطالي اللي كان أكتر من رائع في اليورو 2020.